اهلا وسهلا فيكم جميعا. الدرجه الاولى انا مفترض هلا اقدم فقره، الفقره الاخيره بحفله اليوم، بس انا حسيت انه كل المذيعين عم بيقدموا فقرات فانا قررت اني غني بكل احسن، ما هيك؟ والله موافقين. طب بنستغل وجود الدكتور محسن بلال وزير الاعلام، اهلا وسهلا فيك اول شيء، ونقدم لك شيء من معاناتنا احنا كصوت شباب مثلا كمذيعين، فعلا عندنا معاناة كبيرة، فلازم نستغل الفرصة لنقول على الهواء شو هي معاناتنا. معاناتنا انه نحن بنحب المستمعين كثير والمستمعين بيحبونا اكثر، فغريبة بيكون الصبح واحد طالع مثلا انه برنامج الصباح واهلا وسهلا فيكم لكل الموجودين كذا هيك، واتصال اول شيء الو محمد، فبيطلع لنا واحد دغري مباشرة، صباحو امجد دغري من حلب فاتح، صباحو كيفك، كيف صحة، كيف احوالك خيو، اهلا وسهلا فيك انت على الهواء. نحن حبينا نتصل نسلم عليك، بك يا اخي بدنا فكره منك او شيء او اي معلومه. ما في اي معلومه، خيو حطوا لنا صباح فخري. لك يا حبيبي يا روحي صباح فخري على الصبح كذا، ايش يعني؟ صباح فخري بنسمع الصبح، بنسمع الظهر، بنسمع المساء، بنسمع العصر، ما غنى السيد العصاري يا سماك يا بني؟ المطرب الوحيد اللي غنى بنسمع، حطوا لنا صباح فخري. اذا بتريد يا حبيبي يا روحي اعطينا فكره لانه نحن حابين نقدم لك. خيو الفكره انه تحطونا صباح فخري، طب في مطربين اخرين؟ طيب حطونا مثلا جورج وسوف يغني صباح فخري. لا حول ولا قوه حبيبي. طيب في صوت الشباب تطلع على الديجيتال بيسمعوها اجانب مغتربين حكايات يعني ما في. طيب حطونا حفله باريس لصباح فخري. لك يا حبيبي يا روحي عندك شيء ثاني تقوله؟ عندي شعر. طيب قلنا شيء شعر من عندك. اسمع استاذ امجد، اول شيء بحب اقول لك انه نحن يعني يا ريت كل المذيعين صوت الشباب مثلك. على فكره هاي الكلمه سياده الوزير بيقولوها لكل المذيعين، بيقولوها لسلوى، بيقولوها لحياه، بس يا ريت كل المذيعين يكونوا مثلك. فبيحضر حاله، بدي اقول لك شعر خصوصي لصوت الشباب. يا صوت الشباب على اسمك تجمعنا، نحن وسود العيون، ما ظني مجنون ليلى قد جن بعض الجنون. سلامكم، اعذرونا ونحن بدنا نتحول كلنا من مذيعين الى مطربين. موافقين شباب؟ موافقين؟ اوكي. نسوانجي نسوانجي ولو بصوتي بعلي
الوان الله يبعث له علم.